سيدي تعال، ونحن نريد نسمع من جنابكم كلمة من مكان الطيب ومن لسان الطيب. खड़े हो के सब इस्तकबाल करो, खड़े हो जाओ सब, लबैक लबैक, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या, सऊदी अरब से रिश्ता क्या, जरा सऊदी अरब से रिश्ता क्या, मोहम्मद बिन सलमान से रिश्ता क्या, शाह सलमान से रिश्ता क्या, फलस्तीन से रिश्ता क्या। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لجمهورية باكستان الإسلامية تحية عظيمة معطرة من المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد حفظه الله، وأيضا تحية معطرة باسم أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وباسم علماء وخطباء وأئمة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة مهبط الوحي وأم القرى ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى باكستان ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس علماء باكستان الذين لم يألوا جهدا في تنظيم هذا المؤتمر الناجح والمثمر والذي بعنوان رسالة الإسلام. فأقول من هذا المكان أسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يبقي حكومة باكستان الإسلامية وأن يبقي حكومة خادم الحرمين الشريفين، فهاتان القيادتان مصدر أمن وأمان للعالم الإسلامي أجمع. فالمملكة العربية السعودية اتخذت دستورها ومنهجها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وامتدادا إلى عهد أبنائه البررة مرورا وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. لباكستان الإسلامية ثقل كبير في المجتمع الدولي، ولا سيما لنصرتها قضايا الأمة الإسلامية أجمع، ولا سيما فيما يتعلق بالذود عن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، فلهم كل الشكر والتقدير باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. أريد أن أعطر على مسامعكم شيئا من القرآن الكريم، فإن سمحتم لي بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم المكرم نبغى سورة والزحاة كمان حياكم الله لو تكرم طيب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله الحمد لله القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أحمده سبحانه وأشكره أن هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا دين الله، دين كله خير وكله فضل وبر وإخاء وإحسان، أساسه وعقيدته توحيد الله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، دين صالح لكل زمان ومكان، فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فلا خير إلا أمر به ولا شر إلا ونهى عنه، دين أنزل من لدن حكيم عليم خبير، دين ثابت خالد خلود الجبال الراسيات لا يتغير أبدا مهما كاد له الكائدون وزاد عليه المبتدعون وتأوله في غير ما وضع له أو نالوا من أهله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الإسلام يا أيها الإخوة الحضور دين الحنيفية السمحة الموافقة للفطر السليمة، والذي رفع به الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا رحمة منه وكرما وإحسانا. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن المقصود العام من التشريع الإسلامي هو مصالح الخلق وإصلاح المجتمع، والعبادات نفسها من وسائل هذا الإصلاح، فالصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو للمحافظة على الدين، إنما هو للمحافظة على الدين. وما وجه به الشارع
من تناول المآكل والمشارب والملبس والمسكن. وشرع القصاص والحد إنما هو لحفظ النفس والعقل، وينظم التعامل مع الغير على المشروع، واستحلال الزوجات وما ألحق بهذا من أنواع الجزاء كحد الزنا والسرقة إنما هو لحفظ النسل والمال. فمصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على هذه الأمور الخمسة، حتى إذا انحرفت لم يبق للدنيا وجود، ولا تستقيم حياة التكليف والمكلفين، بل يفوت الحياة ويفوت النعيم الأبدي والأخروي. فإذا فقد المال ما عاش إنسان ولا كانت حياة، ولو فقد النسل لبقيت الدنيا إلى أجل محدود حتى ينتهي الجيل الذي عليها، ولو اختل العقل لاختلت الدنيا، وكانت دنياهم حيواناً أعجم لا دنيا إنسان مفكر. ولو اختلت النفس وأهدرت لما هدأت الحياة ولا بقيت، ولو ذهب الدين لعادت فوضى الجاهلية، وعاش الناس في قلق واضطراب. أيها الإخوة الكرام، جاء في صحيح السنة النبوية مبشرات بالنصرة والرفعة والتمكين لهذا الدين، ومنها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال وهو يخطب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه رحمهما الله بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة في الأرض، إنها أيها الإخوة الحضور لبشارات مباركات أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام محترم نے سب سے پہلے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں سعودی عرب سے سعودی حکومت، سعودی علماء، حیث کبار علماء اور ائمہ حرمین کی طرف سے آپ کے پاس نیک خواہشات کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. سعودی عرب اور پاکستان وہ دو ممالک ہیں جو امت مسلمہ کے امن کے ضامن ہیں. سعودی عرب کی بنیاد جب سے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے رکھی اور تمام حکمرانوں سے لے کر آج تک ہمارے حکمران ملک سلمان حفظہ اللہ و تبارک و تعالی نے ہمیشہ امت مسلمہ کی تمام مشاکل میں امت کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کا عالم اسلام میں ایک بہت زیادہ وزن ہے اور ہم پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی چند آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت فرمائی. اس کے بعد پھر حمد و ثنا بیان کی اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی بہت سی آیات دین سے متعلق
اور دین کی تکمیل اور جو لوگ دین پر چلتے ہیں ان سے متعلق تلاوت فرمائیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ دین ہے جو مکمل خیر کا دین ہے اور اس کی اساس توحید پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پر ہے. اس دین نے ہمیں ہر وہ بات سکھا دی ہے جو خیر کی ہے اور ہر اس بات سے خبردار کیا ہے جو شر کی ہے. یہ وہ دین ہے جو ہر زمانے میں اور ہر وقت میں ہمارا رہنما ہے اور ہر جگہ کی رہنمائی کے لیے صالح ہے. اس دین کے خلاف سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے واللہ متم نوری ہی, اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگزیر کیوں نہ ہو. اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی, کہ اللہ نے اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑنا ہے. یہ دین دین فطرت ہے, یہ اخلاق کا دین ہے اور یہ اس نبی کا دین ہے جو خود اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے اور جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے. شریعت کے نازل کردہ تمام احکامات مقاصد کے تحت ہیں اور یہ مقاصد شریعت انتہائی اہم ہیں کہ انسانی معاشروں کی حفاظت کی جا سکے. اللہ رب العزت نے اگر عبادات کا حکم دیا ہے, نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے متعلق گفتگو کی ہے اور اسی طرح حدود کو قائم کیا ہے, تو ان سب کا مقصد بھی انسانی عقل کی حفاظت اور انسانی نسل نو کی حفاظت ہے, اور جن کے بغیر کسی بھی معاشرے کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. آپ ان معاشروں کو دیکھ سکتے ہیں جو دینی تعلیمات سے دور ہیں کہ ان کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے اور ان میں انسانیت ختم ہو چکی ہے. اگر ہم دین سے اعراض کریں گے تو جہالت کا وہ دور واپس آ جائے گا جس سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا. ہمارے لیے ذمہ ہے کہ ہم یہ بات بھی اس امت کو بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اور نصوص میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت سی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث پر انہوں نے ذکر کی, جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں اور مجھے روب عطا کیا ہے کہ میں ابھی ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا ہوں تو دشمن پر میرا روب بیٹھ جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھی ہیں. اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ امت کتاب و سنت سے جڑی رہے گی کسی بھی دشمن کا کوئی بھی وار کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت کو بشارت دے دو کہ اللہ نے ان کو زمین میں رفعت عطا کرنی ہے. تو اللہ نے یہ وعدے کر رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں حق اور سچ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں, ہدایت پر قائم رہیں اور گمراہی کے راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.